سبعة وجوه بارزة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قيد الاعتقاد. التهم احتيال، فساد، كسب غير مشروع، والقائمة تطول. تهم تعود لأكثر من 20 عاما مضت وتطال مسؤولين سابقين وحاليين حتى. بالتزامن تفتح تحقيقات في عمليات فساد شابت التصويت على استضافة المونديال عامي 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب. التوقيت معضلة، فبينما فيفا تؤكد على أنها تتعاون بشكل كامل مع سلطات وترحب بالتحقيقات، انتخابات رئاساتها يفترض أن تتم الجمعة، وهي تؤكد أن الانتخابات ستتم في موعدها، فيما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب بتأجيلها 6 أشهر على الأقل. السياسيون دخلوا على خط التعليقات ووصف الحدث إلى حد القول إن سمعة اللعبة تلطخت. فهل ستؤثر تهم الفساد على الرياضة الأكثر شعبية في العالم؟ كرة القدم؟ هل ستؤثر الاعتقالات على فرص بلاتر في الفوز بفترة رئاسية خامسة على قمة هرم الفيفا؟ بعد الاتهامات هل ما زلتم تثقون في الفيفا أصلا؟ هذه نقطة حوار جديدة. أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي الوسائل المعتادة. على الهاتف 00442077650211، نصيا على 00444793/4047، أيضا على bbcarabic.com، على صفحاتنا على تويتر وفيسبوك، أو صفحتي الشخصية على تويتر @محمد_news. من يفضلون التواصل مع نقطة حوار عبر الوسائل الإلكترونية لديهم الكثير من البدائل، إذن اختاروا واحدا منها وجميعها يتبعها محمود القصاص. محمود أهلا بك. أهلا محمد. أحد المشاركين كتب علينا يقول: المفروض أن تكون هناك هيئة رقابية دولية على أعمال الفيفا، وكذلك قانون دولي يحاسب هذه المنظمة. هذا مطلوب بعد كل اتهامات الفساد التي وجهت لقيادات في الفيفا. في الواقع هذه إحدى الزوايا الهامة في حوار اليوم، فكرة وجود رقابة دولية على الفيفا. أيضا أثر اتهامات الفساد على قرار استضافة روسيا وقطر لبطولتي كأس العالم القادمتين عام 2018 و2022. هذه النقطة تحديدا عليها الكثير والكثير من الجدل. ستعرف على ملامح هذا الجدل لاحقا أثناء البرنامج، فتابعونا. شكرا جزيلا يا محمود. نبدأ ربما الأراء المختلفة التي نرصدها على مدار الحلقة بمجموعة من الأراء المباشرة جمعتها كاميرا نقطة حوار من الأردن. هناك سألنا عن الدور الذي يلعبه فيفا وما إذا كان إيجابيا أم سلبيا بالنسبة للأردنيين. هي تلعب دور إيجابي ودور سلبي. الدور الإيجابي رفع روح الشباب وعبروا عن آرائهم عن طريق الكرة وكذا. أما الدور السلبي إنه إيش، في تلاعب بنتائج الفيفا، وفي يعني تدخل الواسطات. الفيفا كان دورها سلبي كثير على الرياضة خصوصا كرة القدم. قضايا فساد كثيرة، رشاوي، احتكار للسلطة، يعني صارت أكثر بيروقراطية وديكتاتورية الفيفا. فإن شاء الله نكون دورها إيجابي من بعد الانتخابات الجديدة بإذن الله. فش يعني إيجابيات يعني للمنطقة، يعني خاصة الشرق الأوسط، يعني فيش داعمين لها راح يكون، وبكون اغلب الوقت يعني مركزين على اوروبا، مركزين على امريكا، مركزين على امريكا اللاتينيه. لا تلعب دورا ايجابيا لعده اسباب. السبب الرئيسي انها مؤسسه اصبحت ليست بالمعنى الرياضي، فهي مؤسسه مسيسه سياسيا، والدليل على ذلك يعني هناك اعتقال للاعبين دوليين فلسطينيين من المنتخب الفلسطيني، ولم تجدي أي رأي بهذا الأمور. والله حاليا لا تلعب دورا إيجابيا، لأن إدارة بلاتر صار لها فترة يعني في كلها فساد وقضايا فساد ومشهورة بالفساد، ويعني أتمنى أنه تغير هالإدارة وإن شاء الله الأمير علي يسلمها وتحسن أفضل. باعتقادي لا. ولماذا؟ لأنه يعني أنا كفلسطيني والمنتخب الفلسطيني يعاني من ممارسات قمعية من الاحتلال الإسرائيلي، واعتقال عدد كثير من اللاعبين من لاعبين المنتخب الفلسطيني، والفيفا لم يحرك أي ساكن. طب السؤال كان عن الدور الذي يلعبه فيفا، هل هو دور إيجابي أم سلبي فيما يتعلق بكرة القدم؟ والإجابات جاءت مختلفة. البعض رأى أن هناك دور إيجابي فيما يتعلق بتشجيع الشباب على ممارسة اللعبة، فيما هناك دور أو جانب سلبي للأسف يتعلق بالفساد والرشا
البيروقراطية والديكتاتورية، والأمر هو بالأساس مؤسسة سياسية من وجهة نظر البعض تخدم مصالح فئات وجهات بعينها. سنتحدث عن تشكيلة الفيفا وكيانها بشكل مفصل والإصلاحات المنتظرة منها والحدث الأخير طبعا بالتأكيد وتأثيره على هيكلها التنظيمي. لكن في الاستوديو معي المدرب ومحلل كرة القدم السيد توفيق سليماني. سيد توفيق أهلا بك. أهلا وسهلا. هل ضربت سمعة الفيفا فقط في مقتل أم ضربت سمعة كرة القدم أم أن الأمر حدث يتعلق بأشخاص وليس لا الرياضة ولا الاتحاد؟ والله شكرا على كل حال، هذا وذاك كل شيء مع بعض، لأن سمعة الفيفا طبعا على مستوى العالمي لديها بعض الخروقات التي كانت في 15 سنة الماضية منذ أن ترأس بلاتير هيئة الفيفا، كان فيه بعض الخروقات التي تم وأدها بطريقة أو بأخرى، وصرح بلاتير على أنه لا يقبل مثل هذه الممارسات وأنقذ نفسه ببعض التدخلات الصائبة التي أراحت الاتحادات الأخرى الأوروبية، وخاصة أن الاتحاد الأوروبي هو الاتحاد الأكثر تأثيرا من الاتحادات الأخرى، وعلى رأسه بلاتيني الذي دائما يأتي وراء ممارسات بلاتير ويريد أن يأخذ مكانه، ولكن بلاتير ذلك العجوز المتشبث بمكانه عامل كثيرا أشياء إيجابية للاتحاد العالمي وتطوير كرة القدم جنبا إلى جنب مع الشركات العالمية كوكاكولا وماكدونالد، ومشاريع رياضية خيرية كثيرة جدا أقيمت إلى حد الآن. هذه الفضيحة التي طرأت اليوم يعني فجرت تسونامي الرياضة بطريقة يعني بشعة جدا، ولا أرى أي مخرج آخر، خاصة وأن الانتخاب سوف تقام غدا. لكن بما أنك ذكرت الشركات المعلنة وهذا المدعمة، هو هذا موضوع سؤالي، لأن الأمر يبدو وكأنه استدعى تأثيرات في كيانات مختلفة، يعني هذه الشركات طبعا هذه الشركات قالت إنها ربما ستفقد الثقة في الفيفا، ستحتاج أن تعيد الفيفا تشكيلها. الاتهامات طالت بعض الاتحادات الأخرى مثل كونكاكاف مثلا تأثرت بها، ولذلك مرة أخرى السؤال، هل الرياضة بمجملها، رياضة كرة القدم بمجملها ربما بصدد التأثر من حادثة الفساد هذه؟ طبعا، لأن الوجه الحقيقي للفيفا تقريبا، القناع الحقيقي للفيفا تقريبا سقط، لابد من قناع جديد كما يصرح بعض رؤساء الاتحادات، والاتحاد الإنجليزي هو أكبر المدعمين لإطاحة ببلاتير على رأسهم ديفيد جيل الذي قال بأن لابد من إعادة هيكلة الفيفا مجددا وتحطيمها وإعادة هيكلتها وبداية من بلاتير بدون الرجل العجوز كما وصف بالرجل العجوز. لا، ديفيد جيل والاتحاد الإنجليزي تأثر كثيرا بعدم إعطائه كأس العالم 2018 التي ذهبت إلى روسيا. الاتحاد الإنجليزي كرة القدم تأثر كثيرا، صرف أموال طائلة في الأولمبياد 2012 وأراد أن يعيد بعض الأموال أيضا في 2018. اسمه بالتوازي قام ببعض الإصلاحات كما ذكرت أنت حتى سيد توفيق، وكما تبعنا حتى منذ بداية هذه الأزمة على مستوى قارات العالم كلها بلاتير قام بأعمال خيرية رياضية وطور كرة القدم. الفيفا عملت مشاريع جبارة في العشر سنين الأخيرة، ولكن حجم الفساد طغى أكثر من الأعمال الخيرية التي قاموا بها. طب دعني أطرح ذات السؤال على مجموعة أيضا من المتصلين معنا على الهاتف، معي محمد حسن صلاح ومحسن، وأبدأ بمحمد. محمد يتحدث من الأردن. محمد أهلا بك. هل القضية الأخيرة أو ما وصف حتى بأنه فضيحة أخيرة تطال بعض أعضاء الفيفا، هل يمكن أن تؤثر أو تضرب سمعة الاتحاد بمجمله في مقتل، أو حتى يمتد التأثير ليصل إلى رياضة كرة القدم بمجملها؟ أولا مساء الخير. أهلا وسهلا. ومساء الخير للمشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا بك. طبعا ما حدث من رشا وفساد حسب ما قاله الإعلام سواء الغربي أو العربي، ولا أتهم أحدا للأسف، سيؤثر على كرة القدم بمجملها على العالم وخاصة على المنطقة العربية. وما تم
من ضمن تلك الأحداث هي التأثير على تأجيل الانتخابات المقررة يوم الجمعة. يعني الغرض من التوقيت هو التأثير على الانتخابات، تعتقد الغرض من توقيت تفجير الأمر هو التأثير على الانتخابات؟ نعم. طيب خلينا نسمع لأن الانتخابات لم تؤجل، لأن تصريحات كل ساعة في تصريحات. لا، هو الموضوع ليس تأجيل، لكن هو محمد يرى أن تفجير هذه القضية في ذلك التوقيت من أجل التأثير على نتيجة الانتخابات، هل تتفق معه؟ احتمال. محمد نستمع لسيد توفيق أرجوك وسأعود إليك. هو مثل ما يقول يعني هذه القضية لماذا يعني التايمينج تاع القضية هذه جاء في وقت 48 ساعة قبل الانتخابات. يعني الرسالة التي يريد الاتحاد العالمي لكرة القدم أن يوصلها إلى 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 العالم كله هو أن أنا أظن على حسب يعني خبرتي في الرياضة أظن بأن بلاتير لن يزعزع، وبلاتير سوف يكون على رأس الفيفا في 4 سنوات القادمة حتى أيضا حتى بعد بلاتير لحد الآن انتشبل غير ملموس. طيب هو صحيح لم تطلوا اتهامات، ولكنه كان على رأس هرم الاتحاد قد يكون في وقت فيه كل ولكن هذه المخالفات، ولكن لحد الآن هي مجرد اتهامات ليست هناك إدانة، لأن الاتهام والإدانة شيء مختلف. طبعا. لحد الآن سوف يكون فيه محاكمات وسيكون فيه استدعاء بعض الرؤوس ولكن بلاتير لا ننسى بأن في نوفمبر 18 نوفمبر بلاتير يعني برأ ذمته عندما أعطى تقرير وقال بأن هناك بعض الخروقات التي لابد من التحقيق فيها. إذن لحد هالساعة بلاتير اسمه محفوظ. طيب خلينا نشوف رأي محمد بما أن محمد يتحدث من الأردن موطن المنافس الرئيسي لجوزيف بلاتر. هل تعتقد أن مركز بلاتر فعلا لن يتأثر كما قال السيد توفيق؟ أعد السؤال رجاء. سيد توفيق هنا يرى أن مركز بلاتر على رأس الفيفا في رئاسة خامسة، رئاسة قادمة، رئاسة جديدة، لن تتأثر حظوظه في الفوز في الانتخابات في الغد إذا طبعا نظمت هي حظوظ وفيرة. نعم يا سيدي الله يعطيه العافية، يعني الزلمة تعب ولكبر سنه مفروض أنه هو يستقيل بدون ما يرشح حاله ويتركها للشباب. يعني بس هو رشح حاله يا شباب ويجب هيكله للاتحاد الفيفا ويعني وتسخير شباب دم شباب جديد للنهوض بكرة القدم العالمية. هل نحن بحاجة تعتقد إلى إعادة هيكلة للاتحاد بمجمله حتى يتم تلافي تفجر فضائح كتلك؟ نعم لازم نضخش دم الشباب، يعني وسمو الامير علي من الشباب، يعني لاعتقد انه كفو لقياده الفيفا. طيب محمد شكرا جزيلا على ما قاله. نحن نتعارض كعرب، نتعارض على ان يكون الامير علي بن الحسين على راس الفيفا، وهذا شرف لنا وهذا يعني نفتخر بذلك طبعا كعرب، وانما انا اظن بان هناك حسابات ربما لا يراها العامه من الناس ان بلاتير مدعم في اوروبا الشرقيه، بلاتير مدعم في اسيا كلها، الاتحاد الاردني في اسيا واسيا و47 دوله في اسيا تدعم الاتحاد الآسيوي، يدعم بلاتير أكثر مما يدعم. بس لماذا؟ لماذا يا سيد توفيق رغم أيضا كل الاتهامات والشبهات التي تحيط الرجل برغم أنها ليست هناك اتهامات برامج مباشرة. شخصية لأن بلاتير أقام برامج مستقبلية وأعطى لبعض الاتحادات يعني قروض لإتمام بعض البرامج وهم لا يريدون إفسادها. يعني مصالح خاصة كل اتحاد في آسيا ولا في أوروبا الشرقية وفي أمريكا الجنوبية لديه برنامج ينفعه مع بلاتير، وبلاتير ذكي جدا أعطى مشاريع مستقبلية لتفرض على الناس أن يتابعوا يرتبطوا بمشاريعه حتى إذا جاء آخر لا يستطيع أن يري هذه المشاريع. بس معنى ذلك أنه إذا تم إعادة انتخابه فكرة إعادة هيكلة الاتحاد بمجملها هذه ليست مطروحة، يعني سيسير على ذات الضرب وذات السياسة؟ لا أظن هو عندما سوف ينتخب هذه المرة سوف يعد بتطهير الجهاز الإداري للفيفا وسيأتي برؤوس جديدة، وهذا الشيء طبعا لا بد أن يفعله من أجل أن يحسن سمعته ويقود الفيفا إلى 4 أو 5 سنوات أخرى بنفس المنوال.
أول وأحسن. دعنا نستقبل بعض الاتصالات الأخرى سيد توفيق. حسن يتحدث من العراق. حسن أهلا بك. أهلا بكم. أهلا وسهلا يا حسن. السؤال الرئيسي بداية تعقيبك على الاتهامات الأخيرة وتأثيرها على الاتحاد الدولي لكرة القدم أو حتى على اللعبة بمجمله. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا. الاتهامات الأخيرة مؤثرة جدا على الاتحاد الدولي وراح تفيد كل الحسابات. وطبعا الاستنتاج المنطقي يعني لما جرى لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الاتحاد السويسري ان يغامر بسمعته ويلقي القبض على كبار شخصيات الفيفا. هذا استنتاج منطقي انه اكو فد شيء فساد موجود بالاتحاد الدولي لكرة القدم. لكن السيد بلاتر انا حسب توقعاتي الشخصيه من الذكاء والحنكه بحيث استحاله انه تجد مستمسك رسمي على بلاتر، لا قول ولا فعل ولا ورقه ولا اي شيء اخر. بلاتر من الذكاء بحيث يستطيع انه يفيد المصارف السويسريه والمصارف السويسريه في العالم بطريقه ذكيه دون اي شبهه فساد بشكل شخصي اذا هو بشكل شخصي. اما الاخرين اللي موجودين بالكونكاكاف والاتحاد البرازيلي لكره القدم والاخرين فهؤلاء يعني اكيد من وجدوا بهم ثغرات قانونيه والولايات المتحده يعني اتبعت اثارهم ومسكت خيوط عليهم اكيده، لانه ما ممكن في الدول الحره كامريكا والاتحاد السويسري انه يجون يلقون القبض على جماعه بدون ادله شبه دامغه. طيب لكن اذا افترضنا ان بلاتر في امان. نعم. كما تفضلت وذكرت، لكنك في البدايه ايضا قلت الكره بمجملها او الاتحاد بمجمله ستحدث له تأثيرات سلبية، مثل ماذا من وجهة نظرك؟ التأثيرات السلبية أنا أقول لك شنو التأثيرات السلبية. عندنا أكو تقرير قام به محقق أمريكي مستقل، زين؟ هذا التقرير لماذا لا ينشر التقرير بصورة كاملة؟ وهي تدل على شنو؟ أنه الاتحاد ما عنده شفافية ومنظمات مستقلة عالمية يجب أن يكون عملها شفاف وواضح أمام الجميع. زين، الدليل على عدم يعني على وجود أمور أخرى تدل على الفساد ملف قطر. ملف قطر أنت كيف تحيل كأس العالم على قطر وهي دولة صغيرة المساحة قليلة السكان درجة الحرارة 45 درجة مئوية؟ يعني فد شيء خارج المنطق. يعني الناس من يجي يقول لك انت باي منطق؟ ماكو مقارنه. وبالتالي هذا يصب في اتجاه الاتهامات بالفساد. لكن عن هذه النقطه تحديدا اريد تعقيب منك يا سيد توفيق. اريد ان اوضح شيء على الذي قال على غارسيا روبورت المحامي الامريكي. تمام. الذي فجر هذه الفضيحه. بلاتير ماذا فعل؟ انظر دهاء الفيفا وعلى راسها بلاتير والذي والهيئه القائمه على ذلك. وعد بأنه سوف ينشر هذا الريبورت هذا التقرير بعد أن بعد الانتخابات، أي بمعنى أن بلاتير لو فاز بالعهدة الخامسة سوف ينشر التقرير، وما دام هذا التقرير لا يمسه بشيء فسوف ينشره في شبكات التواصل وسينشره في هيئات الإعلام العالمية وسيبقى نظيفا. طيب. وتعود ريما إلى عادتها. النقطة التي قالها حسن فكرة قطر، لأن لدينا نستمع إلى أصوات تقول نريد أن نتحدث عنه مرة أخرى، لأن نسمع أصوات تقول أنه لا رابط ما بين هذه الاتهامات وفكرة شبهة الفساد فيما يتعلق بتنظيم ليس فقط قطر لكن قطر وموسكو ايضا قطر وروسيا. والبعض يقول لا الامران مرتبطان كثيرا. طبعا مرتبطان لان غارسيا ريبورت تقرير غارسيا هو متعلق بتقديم 2018 و2022 الى روسيا وقطر. وان بان هناك بعض الممارسات تحت الطاوله لبعض الاعضاء في الفيفا. اذا بدأ الاتحاد الأوروبي المهيمن على الاتحادات الأخرى ينشر سمومه من أجل أن يفضح عدم احتضانه
2018 في أوروبا، خاصة في بريطانيا، ونعرف بأن المخابرات البريطانية وأن البريطانيين إذا أرادوا معناها أنها مكيدة وليس اتهامات مباشرة، لأنه يريد أن ينتقم. البريطانيين يريدون إعادة 2018 إلى بريطانيا، إلى لندن، يريد أن ينتقم ونشر سمومه. ده معناها أن الأمر مكيدة وليس اتهامات حقيقية يمكن أن توجه إلى الفيفا. والمكيدة بماذا تبدأ؟ دائما تبدأ المكيدة بالاتهامات طبعا. لا تستطيع. أنا أقصد ما تعنيها أنت أنك تستبعد فكرة وجود شبهة ريشة أو شبهة فساد فيما يتعلق بالتنظيم؟ إلى حد الآن مجرد اتهامات، ليس هناك أي دليل على كل حال. ونبقى وننتظر إلى التحريات القادمة. نظن بأنه اتحاد القطري على كل حال يستهل أن ينظم 2022 من حقه، لأنه في قارة آسيا، وقارة آسيا لابد عليها، لأن تزامنا الاتحاد الآسيوي لابد عليه أن ينظم الكأس العالمية بالنظر بتناصف مع الاتحاد الأمريكي والأفريقي والأوروبي. لكن هل سيؤثر الأمر تعتقد على هذا الموضوع؟ يعني هو سيؤثر في بعض الأشياء، من بينها البث التلفزيوني، الحرارة، زيارة السياح إلى 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 قطر، ولكن قطر وفرت كثير من أقصد فكرة تحقيقات الفساد، هل ستؤثر على ملف التنظيم؟ لا تؤثر. لماذا؟ لأن قرار 2018 و2022 تم حسمه، واليوم في مؤتمر صحفي من طرف نائب بلاتير في المؤتمر الصحفي للفيفا قال بأن انتخابات ستجرى غدا، وملف قطر 2018 روسيا 2018 و2020 سيتم، وهناك تدخل من طرف بوتين رئيس الروسي الذي قال صرح بأن 2018 ستقام في روسيا، وقال حتى وعلى أمريكا أن لا تتدخل في شؤون كرة القدم. طب دعنا نستمع لاتصال آخر. صلاح، نعم. هو سوداني لكن يقيم في مصر. صلاح تفضل. عليكم السلام أخي محمد. أنا أول حاجة بحيث البي بي سي دعتها. صلاح اهلا بك، تفضل. كل الاتهامات اللي تمت في اليومين الفاتت مجرد تغطيه لموضوع ترشيح بالعكس. يعني الموضوع هو مجرد تغطيه بس ما اكثر. صلاح الصوت للاسف شديد السوء، انا لا استمع عليك بشكل جيد. حاول الاتصال لاحقا حتى من خط افضل لان الصوت شديد السوء. خلينا نستمع لمحسن حتى يعود الي صلاح. الو محسن، اهلا وسهلا، انت على الهواء، اريد ان اعرف وجهه نظرك. السلام عليكم، تحيه لقناه بي بي سي ولكريم ولجميع المشاهدين. اهلا وسهلا. انا من خلال وجهه نظري فان الفيفا اصبحت نظام اخطبوطي، يعني تستعمل المال من اجل ربح المال ولا تهتم ابدا بشيء اسمه الكره. الكرة بطبع الحال لن تؤثر لأن هناك الملايين يحبون الكرة، ولكن شخص الفيفا وشخص بلاتر بالخصوص وكل معاونيه من خلال الاتهامات الأخيرة فهم بالطبع يجب معاقبتهم. لكن بلاتر على وجه التحديد كما ذكرنا أكثر من مرة خلال الحديث اليوم لا توجد على الرجل اتهامات إلى الآن، على الأقل لا توجه له اتهامات. بالطبع لن تكون هناك اتهامات لأن ضروري من أنه كان يحمي نفسه، ولكن إذا لاحظت معي من خلال الأدلة المتاحة ومن خلال البحث والتقصي ستجد أن هناك ضروري أن يكون هناك لديه يد في الفعل، لأن مؤخرا عندما عدنا نشاهد أو نسمع باحتفال كروي مثلا كأس العالم الأخير في البرازيل أو كأس العالم الذي كان من قبله في دولة جنوب إفريقيا الذي كان من الممكن أن تنظم المغرب، لكن بسبب كما تلاحظ قضية الرشاوة راح إلى جنوب إفريقيا. طيب لكن هذا عن بلاتر، لكن التأثير على الرياضة بمجملها خلال الفترة القادمة، الفترة القصيرة القادمة على الأقل، كيف ترصده؟ أنا ألاحظ كما أقول لك أن في الفترة القادمة إذا ما وضحت هناك اتهامات والمتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، وإذا ما وضحت اتهامات فربما روسيا وقطر، ملف روسيا وقطر يمكن إعادة النظر فيه، لأنه يجب إعادة النظر فيه. فدولة مثل قطر وروسيا لا يجب أن تنظم كأس العالم نظرا لأنها للسكان، نظرا للثقافة، نظرا لعدة أشياء.
طيب يا محسن شكرا جزيلا لك. لاحقا سأستكمل حديثي مع ضيفي توفيق سليماني المدرب ومحلل كرة القدم فيما يتعلق بمستقبل الفيفا وتحليل ما حدث وتأثيره على الرياضة، لكن أيضا نريد أن نستمع للجديد في الأراء الواردة أونلاين. محمود القصاص كما ذكرت يتابع الحوار منذ البداية. محمود أهلا بك مرة أخرى. هل ينبغي، هل يرى المشاركون أنه ينبغي بعد كل هذه الضجة أن يكون هناك شكل من أشكال الرقابة ربما على الفيفا؟ نعم، كثيرون قالوا هذا، لأن الفيفا يتدخل في صفقات بمئات الملايين من الدولارات مثل حقوق البث. يعني حقوق بث مباريات كأس العالم في مناطق مختلفة هي صفقات هائلة قد تصل إلى مليارات الدولارات في إجمالها. أيضا الفيفا يتحكم في قرارات تؤدي إلى مكاسب هائلة مثل قرار إعطاء تنظيم كأس العالم مثلا دولة معينة، هذا القرار يؤدي إلى فرص ربح هائلة. أيضا الفيفا يؤثر على قرارات بقراراته على الاتحادات القارية في آسيا وفي أفريقيا في أوروبا، يمكن أن يعطي ويمنح ويمنع للاتحادات القارية، وبالتالي يؤثر على كرة القدم في كل هذه الدول، ويؤثر على آلاف الشباب الذين يمارسون كرة القدم، يؤثر أيضا على ملايين الناس من عشاق اللعبة في كل مكان. لكل هذا التأثير يرى كثيرون أنه لا يمكن ترك الفيفا بهذه الضخامة لكي يدير نفسه بنفسه، لابد من رقابة دولية أو إشراف دولي يضمن أن تسير الأمور بشكل أفضل. مثلا محمد اليعقوبي كتب يقول: نعم يجب إخضاع الفيفا للرقابة الدولية لها لما لها من تأثير كبير، ولكن هل هذه الرقابة كافية عندما نرى هذه المنظمة تحت تأثير التجاذبات السياسية؟ مشاركة أخرى في ذات السياق من محمد إسماعيل يقول فيها: الفيفا أصبحت مؤسسة دولية ذات موارد بشرية ومالية غير محدودة، الأمر يحتاج إلى ما هو أكثر من رقابة دولية على منظمة الفيفا، الأمر يحتاج إلى تفتيت الإدارة الدولية للعبة وحظر احتكارها من قبل مجموعة معينة من الأفراد. أسامة من الإسكندرية يقول: نعم يجب إخضاع الفيفا لرقابة دولية، وقناعتي أن الأموال الرهيبة التي تنفق على كرة القدم لو أحسن توجيهها لكان هذا في صالح الإنسانية عموما. أمين كسرو: حتى كرة القدم أصبحت محتكرة من قبل شخصيات معدودة، وتحولت من مؤسسة رياضية وإنسانية إلى مؤسسة للربح ولربح أموال طائلة. يعني أصبحت كرة القدم صناعة تدر أرباحا هائلة وليست اللعبة الجميلة التي فقط يعشقها الناس من أجل اللعبة. حسن رجب يضيف: لا تحتاج الفيفا إلى رقابة خاصة حيث تم اكتشاف الفساد المالي بأساليب تحقيق عادية غير استثنائية، الإجراءات القضائية كفيلة لوحدها بمراقبة الفيفا، والنتيجة ستكون في صالح كرة القدم أنها سوف تزيد الثقة في الفيفا بعد معاقبة من يثبت استغلال منصبه لتحقيق أرباح غير مشروع. من ضمن أكثر النقاط ربما التي جاءت على خطوط الهاتف فكرة الربط ما بين ما حدث من اتهامات فساد والمونديالات القادمة سواء في روسيا أو في قطر. نعم. المشاركون هل رأوا رابط أو تأثير؟ بالطبع هناك كثير من الجدل، خاصة بعدما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال إنه يعلم بحجم الضغوط الهائلة على بلاتر بسبب تأييده لاستضافة روسيا لكأس العالم عام 2018. أيضا تحدث كثيرون على أن قطر باعتبارها دولة عربية وإسلامية ستكون الأولى، إن تمت الأمور بالشكل المنتظر ستكون الأولى في استضافة كأس العالم، وهذا لا يرضي البعض. هناك كثير من الحديث عن المؤامرات وتدخل السياسة في عالم كرة القدم، قد يكون بعضها صحيحا، لكن بلا شك هناك من يرى أنه لو تمت إزاحة جوزيف بلاتر من رئاسة الفيفا ربما يتغير قرار استضافة روسيا وقطر لكأسي العالم القادمين، لكن إذا استمر بلاتر ستستمر الأمور على ما هي عليه كما يرى كثيرون. في هذا السياق كتب طه الأمير: لا أعتقد ذلك، يشير إلى تغيير استضافة قطر وروسيا لبطولة كأس العالم، ولكن قد تكون العملية عملية تنظيف لما بعد روسيا وقطر إن ثبت وجود فساد. محمد يضيف: في رأيي هذان الحدثان استضافة روسيا وقطر لكأس العالم هما اللذان دفع المسؤولين إلى إخضاع صفقات الفيفا للمراقبة، والأيام القادمة ستحمل لنا أخبارا جديدة بعد الاستماع إلى الموقفين. محمد عبد الله: لا يمكن أن تؤثر التحقيقات على استضافة قطر أو روسيا لكأس العالم، لأن هذا لم يكن قرار جوزيف بلاتر وحده ولكن قرار لجنة كاملة من الفيفا. عبد الله المصري: بعدما كسبت قطر حق التنظيم كأول دولة عربية هناك حملات خبيثة ضدها، كلنا مع قطر في تنظيم كأس العالم. عمار العضيلة: لا أتوقع أن تؤثر اتهامات الفساد لأنها متعلقة أساسا باستضافة جنوب أفريقيا لكأس العالم عام 2010 وراءها أجندة سياسية، وقد تم حسم القرار باستضافة قطر وروسيا لكأس العالم.
نوى سلام، لا أعرف ما وراء هذا العداء دولة قطر العربية. البرازيل استضافت المونديال وشعبها يعيش في عشش من الصفيح، أليس هذا فسادا؟ أروى اليماني تقول: الفساد في أوروبا ليس فقط في الفيفا ولكن في أشياء كثيرة، ولكنه فساد مغلف بغلاف أنيق اسمه الديمقراطية والنزاهة. ماذا عن تويتر؟ هل كانت الآراء بذات الثراء أم أقل؟ نعم، تويتر ساحة لآراء كثيرة حول الموضوع وتغريدات كثيرة، خاصة موضوع المنافسة بين الأمير علي بن حسين وجوزيف بلاتر على رئاسة الفيفا. الأمير الملكة رانيا العبدالله غردت وقالت: كل التوفيق للأمير علي، كلنا معك. تامر العلمي في تغريدة له يقول: ملف قطر لاستضافة كأس العالم على كف عفريت، أتمنى أن يكون ملفها نقيا وبعيدا عن هذه الفضائح. أياد أبو شقرة يغرد ويقول: بوتين يتهم واشنطن بالعمل على منع انتخاب بلاتر للولاية الخامسة، روسيا تحب العهود الطويلة في السياسة وفي الرياضة. شكرا جزيلا يا محمود، هذه الآراء التي جاءتنا أونلاين. ربما نعود لاحقا إلى محمود للتعرف على بعض هذه الآراء، لكن أيضا لدينا مجموعة أخرى من الآراء جمعناها مباشرة هذه المرة من العاصمة اللبنانية بيروت. هناك سألنا عدد من المواطنين بشكل عشوائي ما إذا كانوا يؤيدون فكرة الحد من سلطات الفيفا في التدخل في بطولات كرة القدم سواء إن كانت قارية أو دولية. موضوع المنشطات لازم تتدخل فيه، موضوع مثلا اللعيبه اللي بتتاجر بالنادي او بتتاجر ببلدها، يعني مرقت عنا هيدي بلبنان هيدي القصه، ولازم يكون في قرار حاسم بهذا الموضوع. اكيد بأيد من الحد من صلاحياتها، لانها كثير كثير اكثر شيء الفساد عم يبين بانتقال اللاعبين بالسمسارات اللي عم بتصير عندهم، خاصه اخر شيء بعلمك صار مع نيمار واهله وكلها. لا خليهم هيك، هيك احسن الفوتبول، خلي حدا ضابطهم. شفت لانه شو صار مع منتخب لبنان وقتها هم كانوا مترشحين على المونديال، ما مشي الحال مشان مراهنات وهالقصص، لو دخلت الفيفا ما كنا حدا عارف. هو لازم يعني حد من هيدا التدخل، لانه عم بيأثر بالنهايه على الجو العام، فانه ما لازم يكون هالقد متاخدين بالموضوع. هو اتحاد عالمي هيدا اول شيء، ولازم يكون في لكل اللاعبين اتحاد. المشكله بالفيفا هي انه عم بتحط ايده على اللاعب، يعني عم تسيطر على اللاعبين اكثر ما هي عم يصير في فايده للاعبين. ما في داعي الفيفا كثير تتدخل بهيدي الامور، مفروض كل اتحاد يكون في عنده اداره خاصه فيه، هي تعرف تديره، تعرف تدير اللاعبين، تشتري لاعبين، تاخذ لاعبين. انا مش مع الفيفا لتتدخل بالنوادي وباللاعبين. انا مع الفيفا انه تتدخل بس قرارات التحكيم ومش بشيء ثاني، انه ما خص سعر اللاعب او شيء ثاني. طيب كما جاءت هذه الآراء من لبنان، لدينا الكثير من التعقيبات على موضوع الحلقة. السؤال كان عن الحد من صلاحيات الفيفا وما إذا كان اللبنانيون يؤيدون هذه الفكرة أم لا. لدينا تأييد للحد من الصلاحية والفساد في انتقال اللاعبين، المزيد من السلطات أفضل كثيرا كما قال واحد من المشاركين في هذه التعقيبات. بعض المشاركين قالوا إنهم يؤيدون فكرة الحد من صلاحيات الفيفا لأن هناك رشة كثيرة يبدو أنها قبلت في المعاملات الأخيرة وما يتعلق بتنظيم البطولات في الأعوام القادمة. سنستمر في استقبال اتصالاتكم وأرائكم، وأرحب بمجموعة من المتصلين على الهاتف. نوال أبدأ معها من إسبانيا. نوال تفضل. ألو، السلام عليكم. تحية للشعب القطري ومبروك وألف مبروك لقطر لاستضافة كأس عالم 2022 الذي نتمنى الله بطول العمر حتى نرافقهم ونكون معهم في قطر. أما عن الذين يتحدثون يقولون قطر فيها الحر وقطر بلد قاسية صغيرة، في 1994 أتذكر أن كأس العالم كان في أمريكا وكان تحت لهيب من الشمس. لماذا هذه الإشاعات وهذا الهجوم على قطر كدولة عربية؟ نحن العرب علينا أن نفرح لا أن نتهمها، بأن نحن نعرف أن الفيفا هو من لا يعرف الفيفا. الفيفا منذ نشأتها وهي منظمة مغلقة معروفة منشوءة من أفراد وعصابات تديرها.
طيب هو أين يوجد هو المال؟ يوجد لا لم يتهجم أحد على قطر بالمناسبة يا نوال، حتى منذ بداية الحلقة، يعني منذ بداية الحلقة لم يتهجم أحد على قطر على الإطلاق. الحديث عن المخالفات الأخيرة في الفيفا وتأثيرها على كرة القدم. لا لا لا، ولكن كثير من الإعلاميين أخي يتهجمون ويقولون أن طيب هذا موضوع آخر، هذا ليس موضوعنا الآن. لا أحد تهجم على قطر الآن. السؤال الرئيسي عن اتهامات الفساد وتأثيرها على أولا الفيفا، ثانيا على مستقبل اللعبة بمجملها. أي يا أخي، أي لعبة؟ هذه لعبة سياسية، فهمت علي؟ وراء سياسيين يديرون هذه اللعبة. نحن كشعوب نفرح باللعبة، نرى فرق كرة القدم، ولكن وراء كرة القدم هم عصابات. لأن أول الفيفا التي تستقبل الكيان الصهيوني وهو يقتل ويدمر في فلسطين ليست فيفا وليست شفافة أولا، لأن علي أن تجمد عضوية إسرائيل في الفيفا، لأن إسرائيل هي دولة قاتلة. إذا كانت أمريكا تصرخ بالعدالة فتقوم بالعدالة أولا. نوال شكرا جزيلا لك، ومقالته نوال كل التقدير طبعا وجهة نظرها، لكن يتسق بمن يطرح فكرة أن المنظمة ربما لها اتجاهات سياسية كذلك، أيا كانت هذه الاتجاهات المختلفة. معي على الهاتف أيضا السيد ماجد الخليفي، هو رئيس تحرير جريدة استاد الدوحة، يتحدث إلينا من قطر. سيد ماجد أهلا بك. السؤال الرئيسي ما بعد هذه القضايا أو هذه الاتهامات، ما يتعلق بدولة قطر على وجه التحديد؟ ما إذا كان الأمر سيطال فكرة تنظيم المونديال 2022 أم لا؟ ما هو الشعور العام السائد في قطر؟ هل ستطال هذه الاتهامات فكرة تنظيم المونديال؟ اتهامات ما اعتقد تطال قطر، لان الاتهامات واضحه من خلال القضاء الامريكي والاف بي اي، صرحوا ان اللي تم القبض عليهم هم من امريكا الجنوبيه والكونكاكاف، وهم عليهم قضايا فساد مالي ورشاوي وغسيل اموال في بلدانهم، وهم ايضا ليسوا من ضمن المصوتين لكاس العالم 18 و22. طيب بس بالتوازي السلطات السويسريه، بالتوازي السلطات السويسريه فتحت مجموعه من التحقيقات لشبهات فساد فيما يتعلق بالتصويت على تنظيم المونديال القادم في روسيا او حتى مونديال قطر. هذا تعتقد سينتهي لصالح قطر ايضا، ام ربما تتغير قواعد اللعبه؟ هي ليست لشبهات فساد. أمس صرح غريغوري الناطق الإعلامي في الفيفا وقال أن احنا ملف التحقيقات من 2014 سلمناه للقضاء السويسري للتحري فيما جاء، أعتقد فيما جاء تقرير غارسيا الأمريكي، فهي إجراءات شكلية فقط. وأعتقد تم استدعاء اليوم حياته الأفريقي، وتم أيضا استدعاء المصري أبو ريدة حسب رغبتهم، بامكانهم الرفض لكن حسب رغبتهم، واستقلاليه في بعض اخذ رايهم ببعض الملاحظات لا اكثر. يعني لن يتاثر التنظيم تعتقد؟ لا لا لا، لان هناك حتى اذا تمت ازاحه سيب بلاتر، يعني البعض يرى، وكما كان معي السيد توفيق منذ قليل، هو قال انه اذا بقي بلاتر ربما سيدعم فكره ان تنظم روسيا وتنظم قطر كذلك المونديالين القادمين على التوالي، لكن اذا جاء المنافس هل تعتقد انه الموقف ايضا لن يتغير؟ أنا أعتقد لن يتغير، لأن حتى بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي الآن اللي متذمر جدا من الفساد ومعه حق في ذلك، وحتى بلاتر أكد أنه هو أيضا متذمر من الفاسدين، بلاتيني قال حق تنظيم روسيا وحق تنظيم قطر، لا أكثر من تصريح، أن هذا لن يتم التفكير فيه. لذلك قطر وروسيا بعيدين كل البعد عن ما الأزمة اللي حاصلة. وأعتقد اليوم التصريح الأخير اللي من ساعة ونص للاتحاد الأوروبي اللي قال فيه بلاتيني، قال حرفيا نحن لن نصوت لبلاتر، قلبية القارة الأوروبية، يعني بما معناه أن هناك في كم اتحاد أوروبي حيصوت لبلاتر، علاوه على القارة الآسيوية والقارة الأفريقية اللي أكدوا ذلك وأكدوا على إقامة التصويت. بس هذا فيما يتعلق القوية هذا فيما يتعلق بالاتهامات الأخيرة تحديدا يا سيد ماجد، لكن هناك تخوف أكبر من الأمر قد يشبه ما يتعارف عليه بأنه كرة ثلج، بمعنى بمجرد بداية التحقيق في هذه الاتهامات مع أشخاص بعينهم ربما تفتح جميع الملفات الأخرى
وأنت تعلم بالتأكيد أن كان هناك الكثير من الشكوك تحيط بفكرة تنظيم قطر للمونديال، تتعلق بالطقس أو تتعلق بنقاط أخرى كثيرة. مرة أخرى، ألا تتخوف قطر أن تعاد وتفتح هذه الملفات، ربما يعني هذا أن تضيع فرصة تنظيم المونديال من يدها؟ لا، الطقس محسوم، قضية العمالة أيضا محسومة وفيها شفافية كبيرة من دولة قطر، والطقس إذا في الصيف البطولة أهلا وسهلا، والآن تم قرارها في الشتاء، يعني قطر يعني جاهزة لكل الاحتمالات. وبلاتر أنا أعتقد بلاتر الآن تقول كرة ثلج، ما أعتقد هذه كرة ثلج، هذه الآن جبل ثلج، وما زال الفيفا صامت لأكبر من كرة ثلج حقيقة. طيب، فالأمور طيبة والعالم تخلط الأوراق حقيقة. شكرا جزيلا يا سيد ماجد. السيد ماجد الخليفي رئيس تحرير جريدة استاد الدوحة تحدث إلي من قطر، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي هنا في الاستوديو السيد توفيق سليماني المدرب ومحلل كرة القدم. سواء ما يتعلق بقطر أو ما يتعلق بما ذكرته حتى المتصلة منذ قليل نوال، فكرة الربط ما بين السياسة والكرة وحتى تصريحات بوتين، هناك حديث مباشر أن الأمر لا يقف عند حدود كرة القدم فقط، هي محاولات من الولايات المتحدة أن تمنع بلده، والهدف سياسي بالمقام الأول من تنظيم هذا الحدث الرياضي. والله النقطة العالقة الآن في كل الموضوع في كل هذه الفضيحة، النقطة العالقة هو ملف غارسيا الذي سوف يطرح للعيان. إذا كان في اتهامات حتى وإن وجدت برئاسة بلاتير أو برئاسة الأمير علي بن الحسين، ملف قطر لن يتأثر وملف روسيا لن يتأثر، لأنها عبارة عن كارثة عالمية، قد تكون حرب عالمية، لأن في أموال طائلة صرفت وسيكون فيه اختلافات عالمية. كيف يا سيد توفيق؟ يعني إذا أثبتت التحقيقات مثلا أن هناك ريشة بالفعل دفعت، التحقيقات لن تثبت. أنا من أين إحساس أنا لدي إحساس على أنه التحقيقات لن تثبت بتورط قطر في هذه القضية وفي روسيا، وكل شيء سوف يؤد كما وئدت قضايا سرية أخرى في السابق عن عمد، يعني تعتقد حتى تمر الأزمة؟ السؤال يعني التساؤل المطروح هنا، يعني إذا تورطت قطر أو لم تتورط، المشكل لن يظهر للعيان، لأنه ليس في مصلحة لا أوروبا ولا أمريكا ولا آسيا ولا أي حد، لأن الجنح للسلم هو أحسن الحلول في مثل هذه الفضائح. ونبقى أضيف نقطة، إن ترأس بلاتير الاتحاد العالمي مرة أخرى سيكون أكثر يعني جرأة في اتخاذ القرارات من أنا لست أنقص من قيمة الأمير علي بن الحسين، لأنه من منطقة الشرق الأوسط، عربي مسلم يترأس أكبر هيئة عالمية في العالم، سوف يكون له بعض القرارات التي لابد أن تخدم بعض المشاكل في الاتحاد الدولي، ومن بينها قضية الفلسطينية الإسرائيلية، كيف ستكون قراراته؟ لأن الاتحاد الإسرائيلي والاتحاد الفلسطيني إلى حد الآن عضويتهم ما زالت في كد ورد، من أجل هناك أيضا الاتحاد النسوي لكرة القدم الفيفا النسوية، أيضا هناك بعض النقاط مهمة جدا لابد على رجل مخضرم مثل بلاتير للقيام بمثل هذه الحلول. بس أنت قلت أيضا أنه إذا جاء ربما سيدعم مجموعة من الإصلاحات وإعادة هيكلة. كيف ترى صورة إعادة الهيكلة؟ الهيكلة ستعاد بالرؤوس وفقط، كما أعيدت بعض المشاكل التي سبقت. هناك بس هذا لا يحل القضية أعتقد، يعني مجرد تغيير الأسماء أو الرؤوس، وتبقى بيت لقمان على حالها. طبعا هذا هو العالم، هذا هو العالم الواقع الذي نعيشه. طيب ماذا تريد؟ يعني هذا يبطل الناس كورة، يبطل الناس. لا مش درجات، مش درجات. إذن ليست هناك حلول جذرية. استضيف داعي ولا يستضيف؟ لو قلت الناس تبطل كورة سيكون فيه عزوف، لأن بعودة بلاتير إلى على رأس الفيفا سيكون فيه عزوف جماهيري، الناس سوف تعمل إضرابات على. طيب بس لو حل وسط مثلا رقابة على الفيفا من 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 جهة دولية مثلا، يعني طبعا سيكون فيه بعض الردع، سياسات ردعية طبعا. بالضبط هذا معنى. طبعا سوف تطمئن جماهيري
الظهير سوف يكون فيه بعض الحلول، سوف يكون بعض المشاريع، بلاتير سوف يقوم ببعض المشاريع إضافية، سوف يدعم ويعد يعني دعمه من طرف الشركات العالمية، فيزا كارد، ماستر كارد، ماكدونالد، كوكا كولا، بيبسي، هذه الشركات سوف يعيدون الثقة وسوف يؤيدونها بطريقتهم الخاصة كما وأدوا. أخذ اتصال من عبد الرحمن من السعودية سريعا. عبد الرحمن اتفضل. أهلين وسهلين. أهلا وسهلا اتفضل. أنا لي تعليق بسيط جدا في حاجتين بركز عليهم أقول لك، في حاجة أتمناها وفي حاجة حتصير هي الواقع الحقيقي اللي سنعيشه بكرة. اللي حيصير بكرة أنه لا تغييرات في الرئاسة، حينتقد بلاتر زي ما هو حيرجع، لأن في مصالح كثيرة جدا كما قالها ضيفك قبل شويه ترتبط بشخصيه سمو الامير علي. لن يسمح بوصول لمنصب لهذا المكان رجل له يعني من يعتبر من العالم الثالث او يعتبر من اسيا او يعتبر مسلم، اشياء كثيره جدا. لكن اللي احنا نتمناه نرجع للاماني انه الفيفا يصحو من الغفوه اللي هو فيها في اتجاه الدول الاقل حظا في رعايته، بمعنى انه يهتم بالاتحادات اللي في اسيا اكثر، يهتم بالاتحادات في افريقيا، لا يركز على انه يكون هو منشاه رئيسيه، هو منشاه راعيه لتقديم خدمه رياضيه لخدمه كره القدم بشكل منظم، بشكل له اهداف يحققها. ولكن اللي احنا شايفينه من خلال 15 سنه الماضيه بل قائمين عليه، يعني ما بعض العنصريين، ولكن انا ساقول كلمه ثانيه انه من يكسبون منه يتعاقدون معه، ومن هو اقل مكسب يبعدون عنه. عبد الرحمن شكرا جزيلا على رايك، وخلينا ناخذ تعقيب من السيد توفيق. هل يمكن ان تتغير الصوره بالطريقه التي يامل بها عبد الرحمن إذا؟ طبعا تغيير الصوره يبقى دائما واقع ملموس لابد علينا ان نقبله. وللأسف الشديد أن كرة القدم التي كانت هي عبارة هي للشريحة الشعبية الفقيرة والمتوسطة صارت اليوم كرة القدم للأغنياء فقط وللفرق الغنية وللدول الغنية، وذهب ذلك يعني الشارم أوف فوتبول، يعني للأسف الشديد الكرة. طبعا سحر الكرة الذي كانت تعشقه الملايين المستضعفة صارت كرة القدم فقط للكبار، وسنتركها لهم وسوف نرى ما ستحدثه الانتخابات غدا إن شاء الله. يا سيد توفيق علينا الانتظار، لكن أنا سعيد بتواجدك معي كما المعتاد. طبعا سيد توفيق سليماني المدرب والمحلل كرة القدم المتخصص في كرة القدم، شكرا جزيلا لك على تواجد معنا في نقطة حوار. سريعا جدا وجهة نظر أحمد ملاح من الأردن. يا أحمد تفضل. يا أحمد بس السؤال ما أسمع السؤال. سؤال الرئيسي الذي نتحدث عنه منذ بداية الحلقة، فكرة تأثير اتهامات الفساد المعلن عنها مؤخرا على مستقبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، هذا بداية، وربما حتى مستقبل اللعبة بمجملها. الفيفا يوم أمس تلقت أكبر صدمة في تاريخها. بلاتر نفسه أكد أن صورة الفيفا أصبحت مشغلة أو نزاهة معدومة لمصلحة كرة القدم أن لا يفوز بلاتر بفترة رئاسية خامسة، حتى أن كبار مجلس الفيفا أكد اليوم أو هددوا الإمكانية سحب تعاقداتهم مع الفيفا، يعني أن نحن أمام ضغط صعب في تاريخ كرة القدم، وسببه الفساد الذي يزمه بلاتر. نتمنى الفوز الأخير على الانتخابات، وأن ينسحب بلاتر خلال الساعات القادمة، لازم جيدا يترشح أو يخوض الانتخابات. فهو معدوم الثقة، لكن هناك نسبة كبيرة من الأعضاء سوف يصوتون له، بالرغم انهم مقتنعين انه ليس الوقت المناسب لقياده الفيفا في الوقت الحالي. لكن اذا تغيرت القياده تعتقد ان الواقع سيتغير ايضا، واقع اداء المنظمه، لان البعض يرى انها سياسات عامه تتبع في كيان صار كبيرا جدا ويتحكم في مقدرات الكثير من الاتحادات الفرعيه كذلك.
الكلب لاتيني اليوم تحدث رد على المشككين اللي يسمون الامير علي، قال حول انه الامير علي ان الكره اللبنانيه ليست كبيره من منشاتها وما في ذلك. لا اعتقد لاتيني ان الاقتصاد الاردني بشكل عام لا يخدم لتطوير اللعبه، لكن اكد ان الامير علي لديه فكر مميز قادر على مساعدة كرة القدم وتحسين الفيفا وإعادة الهيبة للفيفا بعد أن أصبح الكل قلق بعد مفهوم. شكرا جزيلا يا أحمد على مشاركتك في نقطة حوارنا، شكرا جزيلا. لكن الوقت الباقي ربما نستمع فيه لبعض الآراء التي جاءت أونلاين من محمود القصاص. نعم محمد، إليك آخر ما ورد إلينا. كامل كتب يقول: الفساد موجود منذ نشأة الفيفا، يجب تدوير منصب رئيس الفيفا على كل الدول المشاركة حتى تكون هناك شفافية. جرامشي يقول: الصراع تجاوز لعبة كرة القدم إلى صراع مصالح وسياسات. روسيا رفضت مذكرة أمريكا لتوقيف الأعضاء الستة وأكدت دعمها لجوزيف بلاتر لولاية أخرى جديدة. نور الدين من المغرب يقول: لقد تأثرت الدول التي كان من المفترض أن تنظم كأس العالم مثل المغرب بسبب الرشاوة، لقد أصبحت الفيفا رهينة لأموال تجار الرياضة. حمدي حبيب: السلطة الممتدة لأكثر من 20 عاما هي مدعى للفساد في أي حكومة وفي أي مكان في العالم. تهم الفساد تلطخ الفيفا منذ أمد بعيد وكانت تنتظر فقط فرصة للخروج. عمار العضيلة: يجب أن تكون هناك محكمة دولية وتغيير كامل في قانون الفيفا الذي لا يطال الرئيس، أي يجب منع الحصانة عن رئيس الفيفا. أخيرا هشام الشاذلي كتب يقول: أكيد سوف تتأثر الفيفا لأن كبار المسؤولين مسؤولون مسؤولية مباشرة عن اللعبة وعن الفساد القائم فيها. إليك محمد. شكرا جزيلا، وربما نستكمل الحوار بعد قليل على أثير بي بي سي مع محمد عبد الحميد.